والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلامينا مسلمين تا ملك السوء جوغان وحنا أغو بشاريننا بشي بركيسنيد رمضان كوغي سيد إلى بلاتي أنغو علماء ودعوكي إماني مقالة بسنة جحالي برني أيان وحاوي أميل أودا حيس التربجة يو وجير أيان سوس عني مغرب أندكوني كدبنا وحاويان وحان فيرني حق بشي أيان أرقني أنغو مارتي تضبو قف سديد قف سقال قف ككوبان وحادنا حق جيراني اللي هذا عبد الشكور محمد خليل نيجا وحالي إلى محمد نور حسين الشيخ وحاد لي مارتي أوغاسكا شو حسين هذا لي بتلو يكون مقعدين نيجا وش عثمان بولة نيجا محمد عبد الحسين دكتور نيجا وحالي شيخ عبد المالك نيجا ولكن وش عبد القادر وحاسد أكون الله سعد مارتي وريها إيو مسلمين بدنا نمشي كده كوني وحاولين نوم وقتا بشي أرتدي دي هالك ساعة waxaan umaleynayaa waxa ka dhiman daqiiqad ama waxa weyn daqiiqad halka saac cusub ayaa la joogaa bishii barakeysnayn ramadaanku aragnay allahumma hillahu alayna bil amni wal islami wat tawfiq wal salamati lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabb kulli shay walaalyaal sidaas ogaada bishii anaga aragnay ishayna ku aragnay nagala muurimin anagoo banaanka taaganan aragnay marka khayr allah idin siiya bari waa soon mubarak soon maqbul وحويان وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسود وين يا شيخ عثمان بولي انه هل الى ابو قدر؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدي الشيخ محمد دكتور اتشيغي انا وكيما اني ارين دعوي الدين كيما اني ودكسي ترتن وكعني يوم حضرات بوكعني ايان وقف سيدي مغرب كا ميل تربجي ودحيسي وجر ايان وقف سيدي مغرب كي كنت كوني هالكاس حان فيرن حق بش ايام فيرني وحنا رنا بش وبناك ترى انا رنا مانتاين ذاك المسلمين كله وحنا وش جينا ملاي عالم كجوا جايين يعني بش الاركي الله سبحانه وتعالى وحوي دي سنين اكو كفى ايدي استو وبركات كذي خير كذي كفى ايدي استو الله انا غري سبحانه وتعالى امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مالك سعدان هل تزيد شيئا؟ شكرا لكم. ولي وحاويان انك ارغني وينوسي مقطع بشي يعني اذا بديت كحور كهوسه سيجا ليسا اي نوم وغتا مشى هالكا حد جا هوستي سا طبعا وحويان وين ادبي نوفقت لكن بشي وايد غلطي مسلمين تنسى لاسكو بشاريسا وبالله التوفيق.